اسأل نفسك هذا السؤال، والسؤال دقيق وخطير وسؤال فلسفي، لماذا أنت في الدنيا؟ يعني أنت سافرت إلى بلد وسألتنا ماذا أفعل؟ نقول لك عجيب سؤالك، لماذا جئت لهذا البلد؟ إن جئت طالب علم الطريق واضح إلى المعاهد والجامعات، إن جئت تاجراً الطريق واضح إلى المعامل والمؤسسات، إن جئت سائحاً الطريق واضح إلى المقاصف والمتنزهات، أي أنه لا تصح حركتك في مكان ما إلا إذا علمت لماذا أنت في هذا المكان بالضبط. معنى فرعي، أنت حينما تعلم يقيناً لماذا أنت في الدنيا، أن تعرف الله، أن تستقيم على أمره، أن تتقرب إليه بالأعمال الصالحة. الآن ما دام الهدف واضحاً جداً، تختار له ملايين الوسائل التي تعينك على بلوغ الهدف. ولأضرب على هذا مثلاً، أنت في باريس تحمل شهادة ثانوية وقد أرسلت ببعثة لنيل الدكتوراه، هذا الهدف. كل حركاتك وسكناتك ونشاطاتك واهتماماتك متعلقة بهذا الهدف. الآن أنت مضطر أن تستأجر بيت، الهدف وهو الدراسة يحتم عليك أن تختار بيتاً إلى جانب الجامعة، يوفر لك المال والجهد والوقت. إذاً اختيار البيت متعلق بالهدف. الآن تشتري مجلة متصلة باختصاصك من أجل أن تحقق الهدف، تصاحب طالباً يتقن اللغة المحلية كي يعينك على الحديث بهذه اللغة، تأكل طعاماً يعينك على الدراسة، تحتاج إلى دخل، تعمل عملاً بوقت قصير جداً حتى يتيح لك هذا العمل وقتاً كافياً للدراسة. كلامي دقيق جداً، أنت حينما تعرف لماذا أنت في الدنيا، أنت في الدنيا من أجل أن تعرف الله، ومن أجل أن تستقيم على أمره، ومن أجل أن تتقرب إليه، ومن أجل أن يكون إعدادك لنفسك تمهيداً وثمناً لدخول الجنة. فيا أيها الإخوة، ولا أبالغ، إن الذين يعرفون أهدافهم في الحياة الدنيا لا يزيدون بحسب الإحصاءات الرسمية عن 3%. يعرف هدفه، الآن يختار آلاف الوسائل لتحقيق الهدف.